الحرب تراوح بين الجمود والقصف المتقطع والترقب واستمرار النزوح في مدينة الحديدة وسط مؤشرات غير مشجعة على نجاح مهمة الوسيط الأممي مارتين جريفيث واستعدادات متواصلة بين أطراف القتال للمعركة الحاسمة في التجمع السكاني الأكبر على ساحل البحر الأحمر. لا جديد تقريبا طرأ خلال الساعة الماضية على خطوط التماس بين المتقاتلين في مدينة الحديدة في وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن الطرف الذي يسيطر فعليا على مطار الحديدة الذي أعلن التحالف العربي رسميا استعادته من أيدي ميليشيا الحوثي. وفيما تشهد المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة توترا وأعمال قصف متقطعة، يشهد وسط المدينة وحيها الشمالي هدوءا مشوبا بالحذر في وقت تحولت معه المدينة إلى ثكنة عسكرية وسط استمرار نزوح المدنيين باتجاه ريف المحافظة والمحافظات المجاورة. الجزء الأكبر من ظاهرة النزوح التي تشهدها الحديدة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أعوام تتجه صوب العاصمة صنعاء، حيث يستمر توافد العائلات إليها في غياب لإمكانية الاستيعاب وشحتها وبانتظار ما سوف توفره المنظمات الإغاثية لهذا العدد المتزايد من النازحين. نازح لصنعاء بسبب الضرب. أنا من ساكن في الربصة مقابل سور المطار، هربنا من الحديدة بسبب الضرب، بسبب الطيران والقصف، وقطعوا علينا الماء وقطعوا الكهرباء ما فيش، ولأننا نازحين ندور عن سجل، قالوا لنا في منظمة سجل للاجئين. سياسيا أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أنه سيواصل مشاوراته مع جميع الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، والذي عبر عن الخشية من عواقبه الخطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني. جريفيث أوضح أن أولوياته هي تجنب مواجهة عسكرية في الحديدة والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية في سياق ما اعتبره التزاما أمميا بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن. سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك اتهم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السعودي والإماراتي في مقر البعثة السعودية بنيويورك، اتهم الحوثيين بأخذ سكان مدينة الحديدة كدروع بشرية واستغلال ذلك لتقوية الدعاية السياسية الخاصة بهم. جهود يبذلها التحالف إذن لتبديد المخاوف الدولية بشأن التداعيات الإنسانية لمعركة الحسم العسكري في الحديدة التي يبدو أنها خيار لا رجعة عنه من جانب التحالف.